وأكيد يعني ختام مشوارنا الصباحي فرح رح يكون ثقافي، ومن المعروف أنه المسرح من الفنون الدرامية يلي بتقدم العديد من العروض بشكل حي ومباشر من خلال المزيج من الكلمات والموسيقى والإيماءات الجسدية. أكيد كل هاي الأمور اللي بتترك انطباع خاص وتأثير كبير على المتلقي، واليوم لكل عمل مسرحي في رسالة بيسعى لإيصالها للجمهور. اليوم عنا العديد من الأنواع على المسارح، ولكن خلال اللي عم بيصير اليوم بفلسطين حبينا نحكي عن مسرح المقاوم يمكن لمواجهة العدو. المسرح المقاوم خلينا نقول هايدي من أرقى أنواع المسارح، نحكي اليوم عنه بالتفصيل. هو الحارس الأمين اللي بيرعى القيم النبيلة والإنسانية بأسلوب جميل ومقبول، ويقدم أعمال تقييمية بالعديد من المجالات، فيقدم دورا تربويا فريدا. لنحكي أكثر عن المسرح المقاوم ودوره بإيصال الرسائل الإنسانية وخاصة لجيل الشباب، بصرنا أكيد نرحب بالأستاذ جوان جان وهو الكاتب والناقد المسرحي. لك صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بداية أستاذ خلينا نتعرف نحن والمشاهدين عن مسرح المقاوم، شو نقصد فيه؟ هلا ربما ما يعني ربما لا يوجد تعريف او كامل لهذا المصطلح باعتباره انه من المصطلحات الحديثه نوعا ما. انا برايي ان كل عمل فني سواء كان مسرحي ام لم يكن هو عمل مقاوم بطريقه او باخرى. وبالتالي يعني في السنوات الاخيره بالفعل شهدت العديد من الاعمال الفنيه في المسرح والسينما والتلفزيون التي تحدثت عن هذا المفهوم من خلال العديد من الأعمال التي قدمت. في المسرح تحديدا ربما تكون الأعمال أقل من حيث العدد، لكنها ذات قيمة فنية وفكرية عالية. طبعا في سوريا تحديدا هناك العديد من الأعمال التي ظهرت عن القضية الفلسطينية، ليس الآن فقط ولكن منذ يعني ربما بدايات هذه القضية، حتى ما قبل سنة 48 كان هناك العديد من الأعمال المسرحية التي كانت تقدم على خشبات مسارح المدارس وتتحدث عن القضية الفلسطينية لجهة التحذير مما يحاك ضد فلسطين من مؤامرات برعاية بريطانية وغربية بشكل عام، كانت تهدف إلى طرد السكان الأصليين من وطنهم وإحلال سكان يعني غرباء مكانهم. بعد سنة 48 استمرت هذه الحالة من خلال الأعمال المسرحية التي استحضرت شخصيات من التاريخ العربي بهدف إسقاط هذه الشخصيات وما كانت يعني ترمز إليه من قيم نضالية على الواقع الفلسطيني. واستمر الأمر يعني حتى الستينيات والسبعينيات عندما بدأت تظهر أعمال تدعو إلى المقاومة، تدعو إلى مقاومة المحتل الفلسطيني وخاصة بعد حرب 1973. اليوم خلينا نحكي عن دور المسرح المقابل بصقل شخصية الشباب الإنسانية القومية والسياسية. يمكن اليوم فئة كتير كبيرة لما بنجي نحن بشكل مباشر منلقنهم تلقين جميع هي القيم بيكون في حالة رفض، لما بنجيهم بأسلوب يمكن مثل أسلوب المسرح أسلوب الشعر أي أسلوب تاني، فقديش ممكن يكون النتيجة كتير فعالة وكتير نكون فخورين فيها؟ هذا صحيح، يعني حتى إذا لاحظنا أن معظم الأعمال الفنية المسرحية تحديدا التي قدمت في السنوات الأخيرة وتناولت هذا الموضوع كانت تقدم يعني هذه المقولات بطريقة غير مباشرة عن طريق الترميز والإسقاط، عن طريق ربما أحيانا نصوص مترجمة، ولكن هناك إعادة صياغة لهذه النصوص كي تناسب ما يريد الكاتب المسرحي أن يوصله إلى المشاهدين. بالتأكيد الشباب يتأثرون بهذه الطروحات خاصة عندما تكون الأشكال الفنية مقبولة بالنسبة إليهم، أشكال يعني تقارب أو تلامس تطلعاتهم الفنية والفكرية. ونحن نعلم أن جيل اليوم يعني ما يحبه جيل اليوم من الفنون والآداب مختلف تماما عما كان يركن إليه جيل الأمس. جيل اليوم مطلع على مواقع التواصل الاجتماعي، له يعني قدرة على الاطلاع على كل التجارب الفنية في العالم، وهو بالتأكيد سيقارن بين ما يقدم محليا وما يقدم عالميا. لذلك يعني مهمة المسرحيين اليوم ليست سهلة بالتأكيد نحو يعني كتابة وتقديم أعمال مسرحية يعني تحاكي طموح الشباب
في أن يكون لهم فنهم الذي يتناسب وقدراتهم. تمام، وأستاذ خلينا نوضح أكثر ونحكي عن دور هذا المسرح المقام بالجانب التربوي والأخلاقي. طبعا كل مسرح يجب أن يكون فيه جانب تربوي وأخلاقي، سواء كان مقاوم أم غير ذلك، سواء كان للكبار أم للأطفال. دائما الناحية الأخلاقية والتربوية ينبغي أن تكون موجودة في العمل المسرحي، ويعني المسرح السوري لم يقصر بهذا الاتجاه. يعني كل الأعمال التي تقدم لها أهداف إنسانية نبيلة، لها أهداف اجتماعية، لها أهداف سياسية، وهذا يعني مرتبط أيضا بتوجهات الكتاب والمخرجين الذين دائما نراهم يعني يتفاعلون مع مستجدات الأحداث فيقدمون أعمالا تناسب هذه الأحداث وتواكبها. يعني على سبيل المثال أذكر أنه يعني بعد أحداث غزة الأخيرة برزت أكثر من تجربة على صعيد المسرح في سوريا. قبل أيام قليلة قدم في اللاذقية عرض بعنوان طوفان الأقصى للكاتب الياس الحاج والمخرج نضال عديرة بأسلوب فني يجمع ما بين الدراما والغناء والموسيقى والرقص والتراث الشعبي. أيضا هناك تجارب أخرى، يعني أتوقع تجارب مسرحية أخرى أتوقع أن تشهد النور في الأشهر القادمة والتي تحاكي الأحداث في فلسطين وأخرى. اليوم حكينا عن طوفان الأقصى والتجربة المسرحية، إذا نرجع شوي بالذاكرة لورا، شو أكثر الأعمال المسرحية يمكن العلقة بذاكرتك أستاذ، سواء الأعمال يلي قمت حضرتك بكتابتها أو حتى اللي كانت تجارب لزملاء وأصدقاء؟ طبعا بالنسبة للأعمال التي قمت بكتابتها، يعني معظم الأعمال يمكن أن نأخذها باتجاه الأحداث الأخيرة في فلسطين ولكن بشكل غير مباشر. يعني قبل عدة سنوات مثلا كتبت مسرحية بعنوان الطوفان، قدمت لأكثر من مرة، وهي تتحدث عن قرية صغيرة تأتيها أخبار بأن هناك طوفان قادم سيجتاح هذه القرية بعد أن اجتاح العديد من القرى قبل ذلك. فيجتمع وجهاء القرية، المختار ورئيس المخفر وشيخ الجامع ومدير الدائرة الفلاحية إلى آخره، كي يعني ينظروا فيما يمكن أن يفعلوه بمواجهة هذا الطوفان. لكنهم أثناء اجتماعهم يبدأون بالتناحر والشجار إلى أن يصل بهم الأمر في نهاية المسرحية إلى تبادل الاتهامات بارتكاب جرائم قتل، فينخرطون في مشاجرة جماعية فيأتي الطوفان ويأخذهم كلهم، الجيد منهم وغير الجيد. طبعا هذه يمكن أن نأخذها باتجاه مثلا ما يدور في فلسطين الآن أو في مراحل سابقة. هناك أعمال الحياة المسرحية السورية كثيرة تناولت القضية الفلسطينية، ربما كان أبرزها مسرحية ضيعة تشرين التي تحدثت بشكل ترميزي عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948 وحتى عام 1973. أيضا في السبعينيات ظهرت العديد من الأعمال المسرحية لكتاب مسرحيين محليين كوليد إخلاصي ومصطفى الحلاج، أيضا تناولت القضية الفلسطينية بشكل معمق. تمام أستاذ، خلينا نوضح اليوم شو المطلوب من المسرح المقاوم. هلأ الفنون بالعموم تحاول أن تواكب الأحداث، ولكن من الصعب أن ترتقي إليها. دائما الأحداث تسبق الفنون والآداب بمراحل. المسرح اليوم يعني مطالب، وهو دائما مطالب بأن يكون يعني على مستوى الحدث بشكل أو بآخر ولو بشكل جزئي. ويعني شهدنا في مراحل سابقة من المسرح السوري محاولة لمواكبة التطورات والأحداث المستجدة. بعض هذه الأعمال عاد بالتاريخ إلى الماضي، ربما أحيانا إلى الماضي الصحيح، لاستحضاره وتقديم مقولات جديدة كي يعني يكون هناك نوع من أنواع المواءمة أو التعايش بين الحدث الماضي والحدث اليوم. المسرح السوري أستاذ جوان اليوم وين بتشوفه مع يمكن انخراط الناس بمشاغل الحياة الكتير كبيرة، التوجه لقسم كبير يمكن لشاشات التلفزيون وسائل التواصل الاجتماعي، وفئة أيضا توجهت للسينما، المسرح اليوم وين موجود بحياة الشارع السوري؟ وشوفي، المسرح هو من الفنون الدرامية يعني التي لم تتمتع بجماهيرية واسعة في يوم من الأيام، على الأقل عندنا في سوريا. دائما جمهور المسرح محدود العدد لأكثر من سبب. أولا توضعه في أماكن محددة،
يعني إذا أخذنا مدينة كبرى وعظمى كدمشق مترامية الأطراف، يعني من المؤسف أنه لا يوجد فيها الآن سوى مسرحين فعالين يعني يقدمان الأعمال بشكل دائم، وهما متوضعان في وسط المدينة، وبالتالي كل سكان الأطراف والأماكن البعيدة عن وسط المدينة ليس بإمكانهم ارتياد صالة المسارح. الأمر ينطبق أيضا على المحافظات الأخرى، وبالتالي الجمهور كان دائما جمهور المسرح جمهور محدود. طبعا متى بإمكاننا أن نجمع أكبر عدد ممكن من الجمهور حول عرض مسرحي؟ عندما يكون هذا العرض يتمتع بعناصر تجذب الجمهور، من نص جيد، من إخراج متفهم لطبيعة النص، ومن وجود ممثلين جيدين يستطيعون بأسمائهم أن يعني يستقطبوا اهتمام الجمهور. ويعني أعتقد أن المسرحيين بالعموم يبذلون جهودا في هذا الاتجاه. تمام، يعني بعد عملية طوفان الأقصى ذكرت حضرتك أستاذ جوان أنه كان في عروض مسرحية ببعض المحافظات، خلينا نوضح كيف كان إقبال الجمهور اليوم وتفاعله مع الأفكار اللي طرحتوها؟ طبعا العدد قليل حتى الآن، عدد الأعمال التي قدمت ذكرت قبل قليل أحد الأمثلة من مدينة اللاذقية، وأعتقد هناك أعمال يعني قريبة قادمة في أكثر من مكان، وأعتقد أن الإقبال الجماهيري سيكون موجودا على هذه الأعمال، خاصة أنها أعمال تجمع بين أكثر من فن مسرحي في العرض الواحد، تجمع الغناء والرقص والموسيقى والفنون الشعبية والتراثية بالإضافة إلى المضمون الدرامي. ويعني ربما يعني وضع هذه الأعمال ضمن مناسبة محددة كمهرجان مثلا سوف يعطيها أهمية أكبر وسيجعل إقبال الجمهور أوسع. أستاذ جوان، اليوم الحرب على غزة ما أنا بس حرب بالأسلحة وقام فيها الاحتلال الإسرائيلي يمكن بقصف وتدمير ومجزر وإلى آخره، هي حرب ثقافية كمان بالدرجة الأولى، وفي المقابل تعتيم بشكل كامل على حقيقة ما يجري. في حال المسرح قام بمثل هي المحاولات وكان في عدة تجارب مسرحية ناجحة وهادفة، قد من المهم نحاول نشر قدر الإمكان ونستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بإيصال هي الحقيقة، الحقيقة اللي يتم محاولة تزييفها بشكل دائم من قبل الاحتلال والقنوات الغربية، وإذا قدرنا يمكن نوصلها لجميع أنحاء العالم بمواقع التواصل الاجتماعي اللي اليوم ما في شيء صعب عليها. تمام، يعني هذا الأمر متعلق بالفعل بالحركة الإعلامية بشكل عام، يعني لا يكفي اليوم أن تقدمي عملا مسرحيا أو سينمائيا يتحدث عن قضية هامة وتكتفي بعرض هذه الأعمال في صالات السينما أو صالات المسارح. وسائل التواصل اليوم قادرة على نقل هذه الأعمال إلى أوسع عدد ممكن من الجمهور، ليس داخل البلد فقط ولكن في كل مكان في العالم، والتعاون اليوم مطلوب بين الجهات المسؤولة عن المسارح والسينما ووسائل التواصل هذه من أجل نشر هذه الفنون على أوسع شريحة ممكنة. وأعتقد أن رأي العام العالمي عندما تتمكنين من الوصول إليه بشكل جيد سيتفهم قضيتك وسيتعاطف معها، ولكن إذا كان هناك قصور في إيصال ما تريدين إيصاله فمن الطبيعي أن ينحاز إلى الجهة المقابلة. تمام، حضرتك اليوم كاتب وناقد مسرحي، يعني اليوم برأيك قد ايه كل شخص قادر يدعم القضية الفلسطينية من مجال عمله، مهما كان هذا المجال، هو قادر يدعم القضية، قادر يحكي عنها، قادر ينشر ويكتب عن هي الأمور اللي عم تصير اليوم بدون فلسطين؟ طبعا الأدباء والفنانون هم المعنيون الأوائل بهذا الموضوع، يعني المواطن العادي الذي يعمل في مهن أخرى قد لا يستطيع أن يعبر سوى على أضيق حدود عن موقفه، ولكن الأديب والفنان قادر على نشر فكره وفنه على يعني أوسع نطاق ممكن، ويعني أدباؤنا وفنانونا لا يقصرون في الواقع، يعني هم كتبوا عن الكثير من القضايا الهامة في الماضي بدءا من مراحل محاربة الإقطاع والاستعمار ووصولا إلى مراحل الاستقلال وإلى آخره، يعني دائما كان الكتاب والفنانون السوريون في طليعة من يتصدون لهذه المهام، وهم اليوم لن يقصروا في ذلك بالتأكيد. سؤال يمكن كثير بيخطر على بال كثير من الأشخاص، أنه اليوم نحن الأدب والفنون المختلفة هل من المفروض تكون عكس للواقع، أو هي مفروض تكون تقدم حلول أو حتى رؤية جديدة بما نشتهي ونتمنى من خلال الأعمال الفنية الأدبية من كان مسرح وسينما وغيره؟
طبعا ليس من مهام الأدب أو الفن أن يقدم حلول للمشاكل القائمة. نعم. حسب الآداب والفنون أن تطرح المشاكل والقضايا، وهناك يعني من هو معني بحل هذه الأمور. وبالتالي الأدب والفن دائما هو مرآة للواقع، ولكن بشكل مجهري، فلنقل هو لا يقدم الواقع كما هو، لأن تقديم الواقع كما هو يعني أمر قد يؤدي إلى نوع من أنواع الملل أو يعني عدم التجاوب من قبل المشاهد. دائما الأدب والفن يتناول الواقع بشكل مجهري، يسلط الضوء على قضية معينة ويظهرها، ربما أحيانا يبالغ في إظهارها وإظهار مشاكلها، ولكن هذا مطلوب كي يتم إلقاء الضوء عليها بشكل جيد. تمام، خلينا نحكي عن المسرح بشكل عام، عن أهميته، عن أنواعه، يعني بظل هذا التطور التكنولوجي الكبير اليوم أستاذ جوان، قدمهم اليوم نحن يكون في عنا ثقافة عند أطفالنا أو عند الشباب، إن كان بمرحلة تعليمية أو حتى بالجامعات، قدين لازم اليوم نركز على هدول الشباب الاهتمام بالمسرح؟ طبعا الأمر متعلق ليس فقط بالجمهور، ولكن بالجهات المعنية بتقديم الأعمال المسرحية، يعني المسألة متكاملة بين الجانبين. هناك اهتمام في الواقع، هناك اهتمام، ولكن دائما المسرحيون يطمحون إلى ما هو أفضل وما هو أكثر. يعني المسرح القومي على سبيل المثال، سواء في دمشق أو في المحافظات، هناك يعني عروض دائمة له، موسم دائم، ولكن دائما الطموح أن يكون هناك توسع أكبر على صعيد الكم، وهذا يستدعي في الواقع إيجاد ميزانيات للمسرح بشكل خاص. يعني دائما المسرحيون يعني يشتكون من عدم وجود إمكانيات مادية تمنحهم يعني القدرة على تقديم أعمال مسرحية مبهرة بصريا، أو لا نقول مبهرة، يعني أعمال يعني تتمتع بحد أدنى من الديكورات والإضاءة والأزياء والإكسسوارات إلى آخره، وهذه أمور اليوم مكلفة يعني، وبالتالي من الضروري إيجاد موازنات تدعم الحركة المسرحية داخل دمشق وخارج دمشق، وتحديدا في عروض الأطفال. يعني دائما عروض الأطفال بحاجة إلى غنى بصري حتى تتمكن هذه العروض من جذب اهتمام الطفل. طبعا بدنا نشكرك أكيد أستاذ على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، ناطرين المزيد من الإنجازات والمزيد من التجارب المسرحية. شكرا كثير أبو سلطان. شكرا لك أستاذ جوان جان، وأكيد لكل المعلومات اللي قدمتها ورسالتكم الإنسانية والاهتمام الكبير. أهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا.